المعركة اللي قدام حضراتكم دي معركة قوية قامت ما بين أسود برمنجهام بويز وما بين واحد من أسود سلاتي ميلز. سلاتي ميلز باعتبارهم واحد من أقوى التحالفات اللي اتوجدت في سابيسان، وللي مش فاكر أو اللي ما اتفرجش على الفيديو التفصيلي بتاعنا على القناة هنا عنهم، أسود سلاتي ميلز دول هم اللي قتلوا الأسد مستر تي. وممكن البعض اختلف معايا في الفيديو بتاعهم على القناة من ناحية ان رأيي فيهم كان انهم مجرد اربع اسود جبنة ما يرتقوش لدرجة اسود اسطورية او اسود قوية من تحالفات الاسود في افريقيا، الا ان الحظ زي ما قلتلك في الفيديو الكامل عنهم مع بعض الظروف خلتهم وبالصدفة يكونوا ورثة مملكة المابوجو. وعلى الناحية التانية أسود برمنجهام الأقوياء اللي يعتبروا بلا شك أحد أقوى تحالفات الأسود في سابيسان، واللي إن شاء الله مخطط نعمل عنهم فيديو كامل على القناة هنا. وزي ما انت شايف المعركة دارت ما بين اسدين من برمنجهام واسد من اسود سلاتي، وخد بالك مش دي المرة الوحيدة اللي واحد من اسود سلاتي يتم الاستفراد بيه بالشكل ده واخواته ما يكونوش موجودين، والنتيجة في النهاية كانت هروبه ونجاته بحياته بأعجوبة من اسود برمنجهام الشباب الاقوياء اللي كانوا داخلين ناويين على فنائه. وبالمناسبة المعركة دي كانت واحدة من ضمن سلسلة معارك كتير اتهزم فيها اسود سلاتي ميلز. لو عايز تعرف ازاي كانوا اسود اقوياء وتحالف مسيطر وفي نفس الوقت اتهزموا في معارك كتير، اضغط دلوقتي على الفيديو اللي هيظهر لك في البطاقات. وفي الاخير اتمنى يكون الفيديو عجبك، هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لاسرة ارض العجائب واشتركت في القناة، وهكون اسعد لو عملت اعجاب بالفيديو.